السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الرد على ماجي خزان. وأكثر شعب فيه تحرش جنسي وسفاح قربة، اللي ما بيعرفش يعني سفاح قربة هو الأقارب من الدرجة الأولى، المحرمات اللي بيناموا مع بعض، الأب وبنته، الأخ وأخته، يعني هو سفاح القربة. هذا أكثر شيء موجود بالسعودية وبالدول اللي بيزيد فيها الكبت والقمع. يا شيخ، أكبر شيء سفاح القربة، نكاح المحارم، يعني زنا المحارم في السعودية. كملي. آخر خبر من يومين، الأب اللي طلعه القاضي من السجن أي بعد 5 سنين من سجن الاغتصاب، بنته اللي عمرها 5 سنين بالسعودية اغتصبها وجاب مكواية لحتى يكوي مؤخرته ليخفي ملامح الجريمة. الطفلة 5 سنين ما تحملت وماتت اغتصاب وقتل، وآخر شيء حكم فقط 5 سنين لأنه هو الأب. وطبعا بالسعودية ما في أفلام إباحية، ما حضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بياكم، غفر لنا وإياكم، هدانا وهداكم يا رب العالمين، مع الرد على ماجي خرام. المسيحية المتطاولة على الإسلام. أنا عن نفسي أول مرة في حياتي أسمع، أول مرة في حياتي، إن في السعودية أكتر شيء زنا المحارم. زنا المحارم، الأب وبنته، أخ وأخته، ده في السعودية؟ أه يا بنت الكدابين، ماشي. والنقطة التانية، معلش بهاتولنا الخبر يا جماعة، إن الراجل اللي اغتصب بنته ده والقاضي حكم عليه ب5 سنين، بس القاضي في السعودية حكم على واحد اغتصب بنته وقتلها 5 سنين، ده القاضي أصلا، القاضي الشرعي أو غير شرعي هيحكم عليه بالإعدام بالقتل بس لبنته، ما بالك باغتصابها وبكوي مؤخرتها، كل ده واخد 5 سنين بس. السلام عليكم يا قوم. ماجي خزام او ماجي خرام ان شئت ان تسميها، هي اعلامية مسيحية عابدة اله جنسي ويأمر بالجنس، اله هايج، وهنجيب الدليل على كلامنا ده النهاردة بإذن رب العالمين. بتتطاول على الاسلام وبتغلط في النبي عليه الصلاة والسلام وبتغلط في المسلمين فوق ما تتخيل يعني بصفة عامة. بس العبد الفقير لعفو رب محمد نصيف المحاور بيرد عليهم بطريقة هي قديمة، لكن للأسف الشديد الآن في أرض الواقع قليلة جدا الاستخدام. طريقة ديدات رحمه الله تعالى من إيجاعهم وإيلامهم وتأديبهم وتهذيبهم بكتابهم هم، بعقيدتهم هم، بنشيد إنشادهم هم. أنا مش هرد كتير على مسألة السعودية، لا، راجعوا بنفسكم تشوفوا الكلام ده، هل هي بتتكلم كلام صحيح ولا بتنصر دينها الباطل بالكذب على الإسلام. أنا هجيب لكم النهاردة معلمة الكنيسة ماجي خرام، المسيحية خادمة الرب، خادمة يسوع، وهي بتشرح عقيدتها بربها. أنا ما بحبش أطول كتير في المقدمة، احنا هنطول كتير ليه؟ يلا بينا نشوف إله المسيحية والمعتقد المسيحي بيحرض على إيه من اعتراف ماجي خرام. نشيد الأنشاد تحدي كتير كبير عطول بيخوضوا فيه غير المسيحيين، أو قد بيكونوا من المسيحيين الملحدين أو غير المؤمنين. إيه يا فندم؟ أوقات بيكون التحدي ده من المسيحيين الملحدين أو غير المؤمنين، المسيحيين الملحدين. على فكرة أنا عملت رد قبل كده على الفيديو ده، بس ما عملتش رد لايف أمام الناس بحيث ناخد وندي والتعليقات بتاعت الناس نعرف نقراها ونعرف نعلق عليها، بس عجبني أوي 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 التعريف ده من المسيحيين الملحدين. النهاردة بإذن الله هنسمع مع بعض ونعرف الكتاب بيأمر إيه المسيحيين الملحدين وغير المؤمنين. تحدي كتير كبير عطول بيخوضوا فيه غير المسيحيين، أو قد بيكونوا من المسيحيين الملحدين أو غير المؤمنين. مسيحيين ملحدين وغير مؤمنين، كفرة يعني، مسيحيين بس كفرة. إنه قولوا نشيد الأنشاد، أو أنت كامرأة تسترجي تقولي، بتقدري تقولي، بتخجلي تقولي إلى آخره من هالكلام. إيه يا فندم؟ إيه؟ يعني أنتوا عندكم المسيحيين الملحدين؟ واحنا المسلمين بنتحداكم
بنقول لكم بتقدروا تقولوا هذا الكلام، تقدروا تقروا على الناس هذا الكلام. طبعا احنا فعلا بنتحداكم انكم تقروا نشيد الانشاد امام الناس حتى يظهر لكل الناس ان هذا المعتقد وهذا الكتاب الذي انتم عليه ما هو الا كتاب جنسي سكسي يحرض على الفاحشة وعلى كل حاجة حشة، على كل حاجة حشة. قولي قولي يا طهرة قولي. طبعا يمكن يكون أول امرأة تتجرأ إن هي تقول نشيد الإنشاد. ليه يا طهرة؟ ليه يا طهرة تكون أنت أول امرأة بتتجرأ تقول نشيد الإنشاد؟ ليه يا طهرة؟ هو نشيد الإنشاد ده في حاجة وحشة عشان ما فيش عندكم واحدة ست تتجرأ تقوله؟ ليه كده يا طهرة؟ بالله عليك والله العظيم البت بتعترف اعتراف، خادمة الكنيسة، خادمة يسوع، خادمة المسيحية، بتعترف دون أن تشعر ودون أن تدري إن دينها الدين جنسي ومحرض على الجنس. اسمعوا اسمعوا بتقول إيه؟ اسمعوا بتقول إيه؟ تتجرأ إن هي يمكن إيه؟ يمكن يكون أول امرأة تتجرأ إن هي تقول نشيد الإنشاد وتشرحه. ليه يا طهرة؟ ليه ليه ليه؟ لما أنت بتقولي كده يمكن أكون أنا أو عليها هي يعني أول امرأة بص تتجرأ تقول نشيد الإنشاد وتشرحه. يا طهرة هو لو كان نشيد الإنشاد ده ما يكسفش وما فيهوش كلام إباحي وما فيش علاقة جنسية سيكشوال انتركورس بينك وبين رب، لا ده على فكرة هيتجوزوا الرب بتاعهم وحيمارسوا معاه علاقة، خدت بالك؟ ده ومش بعيد يغتصبهم، خدت بالك؟ بتشرح ده درس دين مسيحي يا جماعة. انت عمرك 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 في حياتك سمعت عن واحدة مسلمة بتقول انا يمكن اكون اول مسلمة تقرا سورة كذا من القرآن او تفسرها؟ عمرك شفت كده؟ او شيخ شيخ مسلم يقول لك انا اول شيخ مسلم، اول شيخ يمكن اكون انا اول شيخ مسلم يقرا السورة دي ويفسر؟ عمرك شفت الكلام ده؟ قولي يا طهرة يا بنت التهريب. ولكن يكون أول امرأة تتجرأ إن هي تقول نشيد الإنشاد وتشرحه. ولكن هذا أي القصة مثل الرؤية من آخر ما بنتجرأ إنه نحن نقرب عليه لأنه في له خصوصية. إيه هذا أي القصة مثل الرؤية من آخر ما بنتجرأ إنه نحن نقرب عليه لأنه في له خصوص. عمرك في حياتك شفت شيخ مسلم أو بنت مسلمة أو مسلمة بصفة عامة فتح القرآن والمصحف وتقول هذه السورة أو هذا الكلام ما بنتجرأ إحنا كمسلمين إن إحنا نقرأ هذا الكلام لأن في له خصوصية في حياتنا؟ انت عمرك شفت كده؟ يعني انت متخيل ايه من مدرسة المسيحية بنت الصليب؟ بنت الصليب بتقول لك نشيد الانشاد محدش يتجرأ ابدا، ما بنتجرأ نقرب عليه. ليه يا فندم؟ ليه؟ عشان ما يهجوش على بعض. عنا بأرواحنا الملك سليمان كان إنسان عاطفي وملك ابن ملك وشاعر، فجسد علاقة النفس الإنسانية بالرب الإله بالتشبيه اللي هو بيقدر عليه كإنسان على الأرض. سمعت جسد علاقة النفس بمين؟ بمين؟ جسد علاقة النفس الإنسانية بالرب الإله بالتشبيه اللي هو بيقدر عليه كإنسان على الأرض. أنا ليه جبت لكم وعدت لكم وزد لكم؟ موحى له من الرب، الرب أوحى لسليمان عندهم بحسب معتقدهم. طبعا سليمان نبي الله سليمان بريء من هذا الكلام كله، بس الرب عندهم أوحى لسليمان بهذا الكلام. بيقول لك جسد علاقة النفس اللي هم إحنا بالرب. إيه بقى اللي حصل؟ النفس اللي هم المسيحيين يعني بالرب بتاعهم بيتجوزوه، هم عروسته وهو عارسهم. انا اللي قلت لا، وعلى فكرة ده مش كلام ماجي لوحدها، ده كلام ماجي ورشيد وزكريا بزرط ووحي، كلام كل المسيحيين يعني مش هنخرج عنه. كملي يا طهرة كملي.
عشان اللي يجي كمان. بالتشبيه اللي هو بيقدر عليه كإنسان على الأرض، بأكتر شيء كان هو يعمله ويحبه هو النساء، هذا الشيء معروف عن الملك سليمان. علاقتكم بربكم اكتر شيء هو النساء، يعني معروف، معروف على نبي، عن وحي الرب بتاعهم، ان كاتبه واحد نسوانجي. وطبعا انا ما بتكلمش عن نبي الله سليمان، لا ده انا بتكلم بحسب معتقدهم هم، واحد نسوانجي جسد علاقته بربه بالعلاقه النسوانجيه. افهم انت بقى، افهم انت بقى، وافهم انت اي دين بيحرض على الفاحشه والشذوذه اللي اتهمت بيه السعوديين واللي اتهمت بيه المسلمين، ده اصلا في كتابها وفي دينها، بس هي بتتبع. كإنسان على، فجسد علاقة النفس الإنسانية بالرب الإله بالتشبيه اللي هو بيقدر عليه كإنسان على الأرض، بأكتر شيء كان هو يعمله ويحبه هو النساء، هذا الشيء معروف عن الملك سليمان. اديله. فهو شبه بهي العلاقة بالعريس والعروس. طبعا نعم 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 علاقة الرب، علاقتهم بالرب بتاعهم، عريس وعروسة. سليمان، فهو شبه بهي العلاقة بالعريس والعروس. طبعا اليوم في ناس بدها تسأل، طب ليه ما أخذ تشبيه تاني؟ هو ابن بيئته، مثل ما بطرس كان صياد ابن بيئته والرب جعله صياد نفوس، مثل ما بولس اللي هو كان شاول اللي هو قاتل ظل به الروح الحربجية أخذ معه. فربنا طب ده برضه في مشكلة، أنت فاهم الفكرة؟ شاول ده يا جماعة الخير اللي هو بولس، عارفين بولس؟ هو ده شاول. بتقول لك يعني إن شاول لما تنصر أصبح مسيحي. قبل ما يصير نبي كان قاتل حرباجي بتاع حرب، كان شديد بقى ومش عارف إيه، فلما تنصر وأصبح رسول يسوع برضه أصبح بنفس الروح الحربجية، الروح الشديدة، الروح القتالة، الروح المش عارف مين. أخوة الأكارم، مشاركة يا ريت الله يرضى عليكم في المجموعات، بارك الله فيكم. يلا يا قوم، ده أنا بعمل معاكم مشاركات أهو، واضح؟ فأنا واحدة واحدة وهنوري لكم الدين اللي بيحرض على الشذوذ الجنسي واللي بيحرض على الفحش والفجر. أيوه أحسنت يا إيمان. أيوه وسمعونا تعليقاتكم يا جماعة، سمعونا تعليقاتكم يا جماعة الله يرضى عليكم. ويا طهرة ويا أم المطهر، رش الملح 7 مرات. أيوه برافو عليكم. البس ما بيقطعش ولا حاجة، واللي عنده البس بيقطع يخيطه. اللي عنده البس بيقطع يخيطه بسرعة. يلا بينا نكمل. الطهرة بنت الطهرين، قولي يا طهرة. لما بيقبلنا بيقبلنا مثل ما نحن، من مجده مثل ما نحن، بغض النظر عن أنواع مهنة وطريقة عمل. والكلام ده برضو كلام غلط، يعني بتقول لك ان بحسب المعتقد المسيحي ان الرب بتاعهم لما بترجع له انت بيقبلك زي ما انت. انت عارف الكلام ده ايه؟ يعني مثلا عندهم مثلا سليمان اهو كان نسوانجي، لما راح للرب فضل زي ما هو نسوانجي وخمرجي، يعني بحسب معتقدهم. ها كذلك بولس او اي نبي عندهم كان قبل، مثلا انا كانسان كمحمد نصير، انا بتكلم عن نفسي بقى حقيقي بجد بجد، يعني قبل ما اسلم او قبل ما انقاد لدين الاسلام او قبل ما التحي بصفه عامه كنت وحش جدا. انا كنت وحش جدا يعني فوق ما تتخيل بصدق، يعني قبل ما اسلم الله ما يوريك ولا عليا ولا على اصدقائي يعني. فبتتكلم بتقول لك ان اللي عايز يقبل الرب المفروض بيجي للرب زي ما هو، زي ما هو، والرب يقبله زي ما هو. الله، اما فين التغيير من اجل الرب؟ يعني افترضنا واحد دلوقتي راح للرب مثلا بتاع نسوان او قاتل او حرامي، حرامي حرامي حرامي، ما يتغيرش للرب، يفضل حرامي زي ما هو والرب يقبله زي ما هو حرامي. طب ينفع؟ طب ينفع؟ ما ينفعش طبعا. اما للايمان الحق هيغير فيك ايه؟ يعني الايمان الحق هيغير فيك ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه. قبل ما تبقى ايمان حق كنت حرامي، ودخلت الايمان حق برضه حرامي بحسب معتقدهم، اسمه ايه ده سليمان عندهم، قبل الايمان الحق وقبل ما يبقى موحى له من الله عندهم كان بتاع نسوان وكان نسوانجي وبتاع خمره، بعد ما بقى للرب برضه بقى بتاع نسوان ونسوانجي وبتاع خمره، يعني الله المستعان. النفس الإنسانية، إحنا من مجده مثل ما نحن،
بغض بها الروح الحربجية أخذ معه. فربنا لما بيقبلنا بيقبلنا مثل ما نحن، من مجده مثل ما نحن، بغض النظر عن أنواع مهنة وطريقة عمل. النفس الإنسانية تعشق يسوع المسيح بطريقة لا يوجد عشق أرضي يمكن أن يعبر عنه. والكلام ده كلام فارغ، الكلام اللي بتقوله ده برضه كلام كذب. كم واحد دلوقتي معانا في البث؟ يعني احنا كام؟ احنا 94 لسه بس. لا اشتغلوا يا جماعه الخير الله يرضى عليكم، يلا علينا بقينا 95 اهو، يلا عشان هسالكم انتوا اسئله وانتوا تجاوبوا. تمام؟ سؤال ليكم انتم. احسنت يا كان في واحد كتب كلام في التعليقات عجبني، يعني قال لك ان التغيير، اما انت ازاي هتبقى مؤمن وازاي فين 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 الايمان في قلبك؟ فين ظهور الايمان فيك طالما انت مش هتتغير؟ احسنت، برافو عليك. السؤال ليكم، ماجي خرام قالت لك كده، النفس الإنسانية بتعشق يسوع المسيح بطريقة مش عارف ايه الى اخره. لا، ايه رأيكم البنت دي؟ البنت دي قالت كلام غلط جدا. اسمعوا كده، حتى كلام يرفضه كل اهل الارض. تعشق النفس الإنسانية تعشق يسوع المسيح بطريقة لا يوجد عشق أرضي يمكن أن يعبر عنه. الكلام ده كلام غلط وكلام كذب في كذب. الدليل على كده يا محمد يا نصيف، أكثر أهل الأرض بيشتموا في يسوع، بل بيتهموه بأنه ابن زنا. إيه رأيكم؟ اليهود بيتهموه أنه ابن حرام، الملاحدة بيتهموه انه ابن حرام وما بيؤمنوش اصلا 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 بمعجزة ميلاده. حتى النصارى بيشتموه وبيقولوا عليه ملعون ونجس. لا لحظة بقى، مين اللي في الارض بيحب المسيح صلى الله عليه وسلم كما اهل الاسلام؟ الا والله ان اكثر من في الأرض حبا للمسيح صلى الله عليه وسلم واتباعا وإيمانا ومحبة وتعظيما وتوقيرا هم أهل الإسلام، مش النفس البشرية، مش النفس. اليهود اتهموا أنه هو ابن عسكري روماني اسمه بناديرة. برافو عليك يا إم جي، صح كلامك، صح أو كلامك صح. اتهموا أنه هو ابن عسكري روماني اسمه بناديرة، صح ده، والكلام ده موجود في التلمود كمان، كلامك صح. مين تاني؟ الملاح ده اتهموا ان هو ابن زنا وان امه وما الى ذلك. النصارى نفسهم اتهموه في كتابهم انه خروف ودودة وسوسة وهو مش عارف ايه وي 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 وشوية شتايم كده حلوة بسبع قرون و و و وصوروا صور ليه عريان ومبهدل اخر بهدلة. ايه تاني؟ المجوس بيشتموا فيه وبيشتموا في دينه. مين اشد الناس في وجه الارض او على ظهر الارض هم من احترموا المسيح؟ احسنت يا مروه، مفيش غير المسلمين. احسنت يا ايمان، امه محمد. فرق. فكلامك غلط يا كلام. احنا عندنا في الاسلام قلنا ان يسوع ابن يوسف، الكتاب المقدس قال. احسنت يا المسيح يناديك. مسيح انت ليه مسمي نفسك بالاسم ده؟ الإسلام هو الوحيد الذي كرم المسيح. برافو عليك. سؤال للجميع، هل في الإسلام قلنا عن يسوع ابن يوسف؟ إحنا بنقول عن يسوع، هما بيقولوا يسوع ابن يوسف يعني المسيح ابن يوسف. إحنا عندنا في الإسلام إن المسيح أصلا ليه أب؟ إحنا قلنا كده؟ الله المسلم. منافقين. يسوع ابن يوسف ورد كذا مرة في الأناجيل، كذا مرة تيجي يسوع ابن يوسف في الأناجيل. يعني إن شاء الله اليوم الألفاظ الملفوظة تساعدني لحتى أعبر عن هالسفر. هتساعدك يا طهر. قولي يا طهر يا بنت الطهرين، قولي. يسوع المسيح اللي هو الأب والأخ الصديق والحبيب المعلم، كل ده هو اللي بيطلبنا نمشي وراه، كل ده وبدون ما نتشرط.
أساسا النفس بنهاية المنطقة بتلتصق فيه وبتتمسك فيه. ايه بتلتصق فيه ايه؟ لا ما احنا هنعرف يعني ايه بتلتصق فيه دلوقتي. كملي كملي. فالنشيد الإنشاد ما بيقدر يفهمه إلا كل نفس ذاقت متعة الالتصاق بالرب يخرب بيتك وعشق وحب الالتصاق فيه. يا جماعة، غلط غلط. التصقوا بالرب. انتوا عارفين يعني ايه تلتصق بالرب؟ احنا عندنا قاعدة الا وهي ان الكتاب بيفسر نفسه بنفسه، صح؟ مش المفروض ان الكتاب المقدس بيفسر نفسه بنفسه؟ يا جماعة، الالتصاق بالرب كونان جسد. عارفين الالتصاق بالرب وردت في الكتاب المقدس بإيه يا جماعة؟ أو وردت على سبيل الإيه؟ أه؟ والله العظيم وردت على سبيل الجماع. يعني الراجل بيلتصق بمراته بجماعها. شوف يا فندم، شوف شوف يا فندم، شوف سفر التكوين إصحاح 2 عدد 24 بيقول لك: لذلك يترك الرجل أباه وأمه، ها، ويلتصق بامرأته، إيه، يلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. يا بت يا بت، تلتصقوا بربكم. مين يا بت؟ يا بت انت بتشتمي في المسلمين وبتتهمي المسلمين بزنا المحارم، وانت يا بت يلي عملته في الرب بتاعك والحاجات اللي كده. يا بت التصقتوا بربكم، يا بنت التصقتوا بربكم وخلفتوا ولاد وبنات بقى. الله يخرب بيت شيطانك. قول يا طه. فالنشيد الإنشاد ما بيقدر يفهمه إلا كل نفس ذاقت متعة الالتصاق بالرب ايوه، قفشت، التصقت بالرب وقفشت له. وعشق وحب الالتصاق فيه وفضول ومعرفة القرب منه ونور المسيح. يا سلام. فهن نفسهم هن العروس اللي ذاقت كل الصعوبات لحتى تكون مع العريس يسوع المسيح. ايوه يا فندم. اللي باليوم بده يفهم يقرأ نشيد الإنشاد كعلاقة رجل بامرأة نفهمون في ناس ما عليهم الروح القدس. ايه ده؟ يعني احنا لو فهمنا ان نشيد الانشاد والعلاقة اللي فيه، وده لسه هما هيطلعوا مع الرب على السرير، والله العظيم على السرير، هيقعدوا يتشقلبوا على السرير بقى، انت متخيل؟ والسرير ده فيه بوس، وفي سرير، وفي تفعيص، مش عايز اقول الفاظ ما ينفعش تتقال، اه، وفي تفعيص، وفي تكتب، اقسم بالله في اوضاع جنسية، اقسم بالله العظيم. والمشكلة بيقول لك ده بيننا وبين الرب، يعني بينهم وبين ربهم. لا، بنت المفعصة بتقول لك ان المسلمين وفي السعودية بيمارسوا زنا المحارم. اه يا بنت المفعصة، اه يا بنت المفعصة، يا بنت انت ايه اللي جابك هنا يا بنت؟ انت مش لاقي غير المسلمين يا بنت، يا بنت. الله يخرب بيت شيطانك. قولي كده، سمعيهم بتقولي ايه على المسلمين، قولي كده. اغتصب بنته اللي عمرها 5 سنين بالسعودية، اغتصبها وجاب مكواية لحتى يكوي مؤخرتها. آخر خبر من يومين، الأب اللي طلعه القاضي من السجن ايوه بعد 5 سنين ايوه من سجن الاغتصاب، بنته اللي عمرها 5 سنين بالسعودية اغتصبها وجاب. بالسعودية اغتصب بنته 5 سنين في السعودية. عايز تقول لك ان اكثر اغتصاب يعني في بلاد المسلمين، ده في بلاد ده برضه في بلاد المسلمين، يعني مش في اوروبا ولا في الفاتيكان. اه يا بت، في الفاتيكان يا بت، اللي كانوا بيستعملوا قوة الرب بتاعكم وقوة الروح القدس وهم شغالين يغتصبوا الراهبات. يا بت يا بت الافارقة، يا بنت الافارقة. طبعا في ناس فاهمين يعني ايه يا بنت الافارقة، صح؟ يلا يا ماجي خرام، يا بنت الافارقة، انا مش هقول تاني غير كده خلاص. ده كود، اللي عايز يعرف ايه بنت الافارقة ده كود، كود كده، ده شفرة، دي شفرة يا فندم. قولي يا بنت الطاهرين، قولي يا بنت، هتعملوا ايه في الرب بتاعكم؟ قولي. ده انا اقسم بالله العظيم، انتوا عارفين بثاتي اللي بطلع فيها
وبفضح فيها هذا المعتقد، وبفضح فيها ابوها الكذاب زكريا بطرس. يا جماعة الخير، البثات اللي انا بعملها دي كلكم، والكلام اللي هتقوله البت دي هيدمر معتقدها اكتر من اللي انا بقوله. تخيل البت بتدمر معتقدها اكتر من اللي انا بقوله. قولي يا بنت الطاهرين، قولي. بجسدياته هني أفضل إحنا في ناس ما عليهم الروح القدس. إحنا وحشين عشان ما عناش الروح القدس. بجسدياته هني أفضليين، ما لهم سماويين. أيوة يا فندم. خلينا نبلش مع بعض بالمرحلة الأولى أو الإصحاح الأول اللي هو التعرف على الرب الإله. أي الثواني، التعرف على مين؟ النفس الإنسانية. التعرف، هي قالت التعرف على مين؟ الكلام اللي جاي ده هيبقى عن الرب بتاعهم، الإله في المسيحية، إله المسيح، إله زكريا بزرط، إله رشيد العبط، إله ماجي خرام، هي ماجي خرام، إله وحيد العربيد، إله المسيحية بصفة عامة. الكلام اللي جاي عليه، يلا يا بنت المسيحية قولي وظبطي الدنيا، قولي. على الرب الإله. الإصحاح الأول اللي هو التعرف على الرب الإله. النفس الإنسانية بتبقى تايهة وهايمة على الأرض، بتنشد رب الإله لتعرفه. ماشي. كلنا اليوم أو معظمنا أو بغض النظر وين نحن بأي مرحلة من مراحل الصفر، ولكن طلبنا أو نطلب الرب الإله. يلا. فالعروس شو بتقول؟ بتقول مين العروس؟ العروس اللي هم اللي هم المسيحيين يعني. يقول ليقبلني بقبولات فمه. العب طبعا المعنى العب في الحاضر. العروس اللي هم بيكلموا الرب بتاعهم بيقولوا ايه؟ ليقبلني بقبولات بوسه مشبك يعني. ايه الرب بقى بتاعهم بقى خلاص بقى ترك ملكه وعظمته ونزل، هتبو ثابت واديله بقى. فتحناها مبواسة، احنا فتحناها مبواسة، خلاص تركنا. ما تنساش قال التعرف على مين؟ على الرب الاله. يبقى الرب الاله هيعمل فيهم ايه؟ هيبوسهم في بقهم. يلا. فالعروس شو بتقول؟ بتقول ليقبلني بقبولات فمه. طبعا ده انتوا هتتهروا النهارده بوس، بس اصبروا. معنى ليفة الحاضر، فهي النفس الإنسانية المتشوقة. أيوة. لحتى ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. كمان ذوق وانظروا ما أطيب الرب، يا واعدكوا الطين، هي فيها أكل للرب. يا جماعة أنت لما تكون قاعد، أنت عارفين ليه الرب بتاعهم بس هم في بقهم؟ أنت ستة جي فين القلب؟ أنتوا جزدانيين، يا جزدانيين، يا وحشين، يا هي لما الرب بتاعهم جه يبوسها في بقها وهي بسيته في بقه، هي اصلا كانت بتدوقه يعني، بتدوقه، دوقوا وانظروا ما اطيب الرب، يعني بتدوقه، تشوف الملح استوى، الملح زياده، ملح ناقص، تحط بهارات يعني. انتوا ليه كده يعني؟ خليكم كده، خلي عندكم نوع من انواع الاستكانياس في التريكهاس. انا بتكلم هندي ولا ايه النظام؟ خلوا عندكم كده نوع من انواع الانفتاح، خلي عندكم نوع من انواع الانفتاح. قولي يا بنت الطهرة، قولي. ليفة الحاضر، فهي النفس الإنسانية المتشوقة لحتى ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ذوقوا. وهل الرب بيتاكل؟ أيوة بيتاكل. إيه ماجي؟ ماجي أنت جاية تكفري عندي ولا إيه ماجي؟ أيوة الرب عندكم بيتاكل، حتى أنتوا بتقولوا بتروح تتناول جسد المسيح وتشرب دمه، أو نأكل جسد الرب ونشرب دمه. أي يا بابا، يلا يا بابا. فنفس العبارة ليقبلني بقبولات فمه، قبولات فم الله. إيه 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 قبولات فم مين؟ عبارة ليقبلني بقبولات فمه، قبولات فم الله هي فم كلمة الحياة. قبولات فم الله. قبولات فم الرب عندهم. شوف حتى اللفظة اللي قالتها، قبولات فم مين؟ وجايه بنت المعترفه جايه تشتم السعوديين.
وجايه تشتم اهل الاسلام وتقول لك عندهم اكثر شذوذ جنسي واكثر اغتصاب محارم. يا بنت المعترفه، يا بنت مالك ومال المسلمين انت؟ بعض الاب وبنته الاخ واخته يعني هو سفاح القربه، هذا اكثر شيء موجود بالسعوديه. السعوديه يا بنت الكدابه، السعوديه اللي مسكتوا الرب بتاعكم بقطعتوا شفايفه. بص يا بنت، خليكي في المبواسة يا بنت بتاعت ربك يا بنت، مالك انت ومال المسلمين يا بنت المعترفة؟ مالك انت ومال المسلمين؟ مش كنت خليكي في الرب المبواس بتاعك ده؟ ده انكم بوسوا فيه لما تورموا له شفايفه، ها؟ ويعلمكم البوس. انا عمال اقول جابها منين الليمبي؟ البوس البوس، الشو الشو، الحضن الحضن، بلوبيف اتاري اتاري ولن تشدار اتاري، جابها من كتابكم. قولي يا طهرة، قولي قولي. بيتاكل فنفس العبارة، ليقبلني بقبولات فم قبولات فم الله، هي كلمة الحياة. فبدا تعرف كلمة الحياة، فتروح تبوسه مباشرة، بيجي بعدها لأن حبك أطيب من الخمر. العب هتقول لأن حبك أطيب من إيه؟ هي فيها خمر يا واعدكم الطين، يعني فيها بوس وعديناها، بقى كمان فيها خمر. يا خمر مباشرة بيجي بعدها لأن حبك أطيب من الخمر. طب صبي يا طهرة، صبي. فصار قدامه، أيوة صبي له. فبنفس الطريقة وبنفس السرعة اللي نطلب فيها نحن الرب الإله. أنت أصلا المفروض وأنت بتطلب الرب الإله بقى تقعدي تقولي إيه؟ في صحتك، في صحتك يا نجم. أيوة، ما عشان فيها خمرة ربك. المشكله في وسط هذا العته، في وسط هذا الخبل، قال بتقول لك الرب الاله، رب اله يا بت، يا بت روحي اتجوزي، رب اله يا بت، يعني خمر وبوس ومبوسه واحضان، ده ولسه والله العظيم هيقلعوا ويطلعوا على السرير حالا حالا. طيب تنام بس، اصبروا بس، اصبروا، هتشوف معانا العجب النهارده، النهارده هتشوف معانا العجب، هتشوف معانا كل حاجه، كل حاجه ما اتشافتش هتتشاف، ومع محمد نظيف مش هتقدر تغمض ولا عليك ولا ودانك. قولي يا طهرة، قولي. اللي يعني بسرعة اللي نطلب فيها نحن الرب الإله، اللي يعني بتكون بنكون عم نقول بدي اتعرف على ربنا، بتكون قلك هي أنا هون صرت قدام. أيوة، هي أول ما تحب تتعرف على ربنا تقوم صب خمر على طول، حبك أطيب من الخمر، وتشتغل المبوسة. أيوة يا فندم. فبنفس الطريقة ليقبلني بقبلات فمه، أيوة، لأن حبك أطيب من الخمر. صحت. من صفة الغائب حكته بصفة الحاضر، أيوة، وصار هو قدام حبك أطيب من الخمر. أيوة. اللي جاية البنت هتعمل دعاية، والله العظيم انت عارف لو بتعمل دعاية لخمور، يعني لو بتعمل دعاية مثلا لشركة خمور أو مصنع خمور جديد هيتفتح، مش هتقولي الكلام اللي قالته ده. قولي يا فندم، قولي. الحاضر وصار هو قدام حبك أطيب من الخمر. المعنى الخمر هو الخمر مورد كتير بالكتاب المقدس. طبعا طبعا، ده الكتاب المقدس، ده كل الكتاب المقدس عندكم خمر في خمر. انت هتقولي لي، قولي يا طه. وهو من ألذ وهو مشتهى، يعني أكثر شيء من متع الحياة، اللي بيتمتعوا كتير بحياتهم بيشربوا خمر. طب بالله عليكم، مش ده تحريض لشرب الخمر اصلا؟ ده بتعمل دعايه للخمر. بتعمل دعايه للخمر، بتقول لك اكثر شيء من متع الحياه ومفيش بعد كده. يعني ايه يعني ايه يعني يعني انت بتعملي دعايه يعني؟ يعني بتعملي دعايه يعني للناس تروح يشربوا خمر يعني؟ ما هي ما تنساش، ما تنساش ان هي بوابه الباب قالت ايه؟ التعرف على الرب الاله. اصلا يا جماعه كل الكلام ده في التعرف على الرب الاله، ازاي تشرب خمره تعرف، ازاي تبوس تعرف، الاحضان تعرف، السرير تعرف، والشد والجري تعرف، والالتصاق. انا جبت لكم النص بمعنى الالتصاق، يعني ايه؟ يعني راجل ومراته قلعوا هدومهم ومش عايز اكمل الباقي، الالتصاق بالرب. كل ده انت لسه بتتعرف على اله مين؟ هو ده الاله عندهم، هو ده الإله عندهم. وعابدة هذا الإله جاية تهاجم الإسلام وتهاجم السعوديين وتقول لك إن عندهم شذوذ جنسي. فهو هذا أقصى شيء بتمتع اشتهى، يعني
أكثر شيء من متع الحياة، اللي بيتمتعوا كثير بحياتهم بيشربوا الخمر، فهو هذا أقصى شيء بيتمتع فيه الإنسان نفسه. ايوه يا فندم، فلما بتقول النفس لله لأن حبك أطيب من الخمر، ايه النفس بتقول لي مين؟ بتقول النفس لله لأن حبك أطيب من الخمر، يعني الرب الإله ايوه أعلى وأطيب وألذ من كل ملذات الحياة الأرضية احلى من بالنسبة الخمر. لها، بالنسبة لهي النفس. يا سلام، تخيل انت بقى. على فكرة الكلام ده صاحبه، يعني ان شئت ان تقل راجل بتاع كيف قوي، يعني كاتب هذا الكلام. طبعا هذا مستحيل، ده كلام الله مستحيل، حسبي الله، ده يبقى كلام لله، حسبي الله نعم الوكيل. معقولة؟ مستحيل 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 مستحيل، واضح. فانت متخيل كده كاتب هذا الكلام اللي المنسوب للإله، يعني لما يقعد يقول حبك اطيب من الخمر، وانت كلامك عندي وانت عندي احسن من الازازه. طب ده معناه ايه؟ معناه اني كاتب هذا الكلام خمرجي درجه اولى، خمرجي بالتقيل. ولما يجي يتكلم كمان مع الرب كانه بيتكلم مع نسوان، وهو مراته ومراته هو، وبوسني بقى واحضان، مش عارف. يعني ان الراجل حيحان يعني بتاع نسوان قوي 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 قوي، وعايز يتجوز. يعني شوف عنده، تلاقي عنده بتاع 20 30 40 50 زوجة وبرضه عايز يتجوز، ويقول لك ده كلام الرب. الرب ياخدكو، الرب يوقف حالكو. خبر ابيض، قول يا طهرة قول. لرائحة أذهانك الطيبة اسمك دهن اي مهراق، عجبني قوي اسمك دهن المهراق ده. لذلك أحببتك العذارى. فطبعا أيضا هون الاسم، اسم الرب الإله اسم عظيم فوق كل الأسماء اللي على الأرض. ليه؟ دهن المهرق ايوه هو المليء، اللي هي نوع من أنواع الدهن بالنسبة لهذا التشبيه. ايوه ها في رائحة الرب يعني، والرائحة بالكتاب دهن، اسم الرب بتاعهم دهن، دهن يعني دهنة كمان. خد بالك انا كنت منتظر لما تقول دهن يعني في كسير الدسم، دسم الرب عندهم كامل الدسم. بس دي خليها بس الاول، رائحتك ايه؟ الرب بتاعهم ليه ريحة، هو ممكن يكون عمل حاجة فشم. على فكرة الاله بحسب ماجي خزام وزكريا بطرس ليه مصارين، والله العظيم. انتوا عارفين الاحشاء، الاحشاء يا جماعه اللي هي المصارين يا جماعه، الرب عندهم بيقول احشائي تئن، احشائي احشائي تئن، خلاص. فالرب عندهم ليه احشاء، فمش بعيد يكون عمل حاجه فعشان كده ليه ريحه. ما انت هتشم ازاي، هتشم ريحته ازاي لو ما عملش حاجه؟ اه ف ف ف فأكيد عمل حاجة. خلي أهو أهو أهو، ده مين؟ في سفر إرميا 4:19، أحشائي أحشائي توجعني جدران قلبي. ده مين ده يا فندم؟ ده الإله عنده، ده الإله عنده. في برضه قال أهو أهو، بص أيضا في إرميا 31 20 بيقول لك كده، من أجل ذلك حنت أحشائي إليه رحمة أرحمه يقول الرب. أهو يا جماعة اللي قال الرب أهو، يبقى اللي قال أحشائي أحشاؤه يا جماعة. أحشاؤه، أحشاؤه بتئن. على فكرة أنا أفضل صديق عندي ده صديق الصدوق. مش يمكن يكون فعلا عنده الصديق بتاعه أحلى صديق ليه؟ الكرش، كرشه صديقه، صديق عمره، يكون معاك في الدقيقة، شغال معاك في كل حاجة، في اللي بيقولوا عليها إيه؟ في السراء والضراء. في السراء ده ممكن مراتك ما تستحملكش، لكن كرشك صديقك الصدوق. فالرب عندهم بيقول لك احشائه كرش يا جماعه، كرش الكرش، كرش الكرش، الشوق الشوق. عمل ايه؟ ريحته مالها يا ماجد؟ من انواع الدهن بالنسبه لهذا التشبيه. ايوه يا فندم، في رائحه الرب يعني، والرائحه بالكتاب المقدس ايضا
رائحة مين؟ رائحة الرب يعني، والرائحة الرب عندهم طلع دي ريحة، اخصى عليكم، اخصى عليكم على ريحتكم. بالكتاب المقدس أيضا وردت يعني سفر النشيد، مو لحاله اللي بيحكي عن هاي الألفاظ سفر يعني. النشيد مش أول حاجة بيتكلم عن الريحة، الريحة موجودة على طول في النشيد وغيره. رح أعطيكم كلمات رح يفهموها علي، اللي قارين الكتاب المقدس وعهد بيعرفوا انه نفس انا قولي تاني كده. علي اللي قارين قولي يعني، رح اعطيكم كلمات رح يفهموها علي، اللي قارين الكتاب المقدس بعهدي ليعرف. انا والله انا قارئ الكتاب المقدس بعهدي، وامام الناس كل كلمة هتقوليها وكل حرف هتقوليه انا هطلعه لك من الكتاب، والله العظيم من الكتاب. شوف حتى لما جيتي قلت الريحة انا قلت لك يبقى جت منين؟ يبقى جت من مصارينه احشائه، حتى وجبت لك الدليل اهو احشائه بتئن. فقولي بس انت مالكيش دعوه، قولي يا طهره قولي. وان نفس الالفاظ وردت بالعهد الجديد ووردت بالعهد القديم. فالدهن اللي هو فيض الدسم، ايه؟ النفس هون بلشت تتعرف على الرب الاله. ايوه قالت له هلا بفهم لماذا احبتك العذاره، ليه؟ احبتك العذارة. ايوه العذارة هن طبعا مو بس للإناث، هن الإناث والذكور الرهبان ماشي 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 بقى. العذارى احبوا ليه؟ الرهبات اللي ركضوا ورا الرب. ايوه، هو عشان بس كفير الدسم يا جماعه. العذارى ركضوا ورا، يعني طلعوا يجروا ورا الرب. العذارى طلعوا يجروا بقى ورا الرب بقى عشان يتباسوا. قولي يا طهره قولي. لما حبوا يتعرفوا عليه راحوا ركضوا وراه ذكور الرهبان والراهبات اللي ركضوا ورا الرب. الرهبان والراهبات طلعوا يجروا ورا الرب بتاعكم؟ هاي يعني مش عارف بقى ده دين بقى ولا عسكر وحرامي. لما حبوا يتعرفوا عليه راحوا ركضوا وراه ايوه وما ارتبطوا بأي إنسان. خلني الملك. مسكوه طيب، مسكوه مسكوه، ما هم ركضوا وراه قاعدين بيلعبوا بقى. بيقول لك الرهبان والراهبات لما حبوا يتعرفوا على إله ماجي خرام وعلى إله زكريا بزرط ورشيد والعالم الفاشلة دول، أيوة طلعوا يجروا وراه. تعالى قاعدين يجروا ورا بعض يعني. ما سامع عارفش مسكوه ولا لأ، مسكوه ولا لأ، والريحة بتاعته مش يمكن شمشموا لحد ما جابوه ويشموا لحد ما لقيوا مكانه فين وقاموا قافشينه بقى. قفشناك عسكر اللي ركض ورا الرب لما والذكور الرهبان والراهبات اللي ركض ورا الرب لما حبوا يتعرفوا عليه راحوا ركضوا وراه وما ارتبطوا بأي إنسان. خلني الملك إلى حجاله. أدخلني الملك لحجاله، حجاله يا جماعة أوضة النوم. فهون ربنا بيقول لها النفس الإنسانية اللي حابة تتعرف عليه أيوه تعي. الرب عندهم بيقول للنفس، بيقول للبشر يعني تعالى. هيدخله فين؟ حجاله. حجاله دي ايه يا جماعة الخير؟ أوضة النوم. الحجال أوضة النوم. طب لما الرب بتاعهم هياخدهم ويدخلهم أوضة النوم هيعملوا ايه؟ قول تعي لعرفك علي. ايوه فمكتوب بعده نبتهج ونفرح بك نذكر حبك أكثر من الخمر بالحق يحبونك. الله يخرب بيت الكفرة، يعني الرب بتاعكم يا ماجي خرام ده، دي معلمة الدين بنت يسوع. يعني الرب بتاعكم، اما انا ما انا 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 مثلا انا مثلا لو عايز اتعرف على الرب بتاعكم قولي تعالى هدخلك اوضه النوم ونبتهج ونفرح بك نذكر حبك اكثر من الخمره. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم. ايه ده؟ احسنت يا سالي، ده ناس صايعه يابا، دول ناس صايعه يابا. ايوه ناس صايعه قوي كمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ده دين ده؟ ده رب ده؟ خب ده رب؟ صب كاس، صب كاس. خب رب على كده. فلما فاتت لتتعرف ونبتهج مكتوب بعده نبتهج ونفرح بك
نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبونك. فلما فاتت لتتعرف على الرب النفس، المفروض أدخلني إلى حجاره يكون صار واحد ووحدة. لا يسألني أنا كيف بدي أتعرف على رب، من إلا روح على شيء أقرب كنيسة. يعني انت لما تحبي تتعرفي على الرب عندكم تخشي الاوضه بتاعته في الكنيسه وهتشربي خمره في الكنيسه؟ في الكنيسه بت؟ فهذا المعنى منه. ايوه نعم. ايضا بكمل هو العريس شو بيقول له؟ ايوه بيقول له لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. يا خبر ابيض. تعالى بس وقف وقف وقف، لان دي فيها تعليق شوي. العيال الصايعه او مش بقى بقى يعني بقى العالم بتوع النسوان، فاتي فاتي ما فات كده، اسمك فاتي ما ولا فاطمة ولا اسمك ايه اللي بتقول هي تستهزئ بربها دي؟ لا يا فندم، هي ما بتستهزئش. صاحب التعليق الاخير ده بتقول لك هي تستهزئ بربها. لا يا فندم، هي بتستهزئ. هو ده الدين يا جماعة، هو ده الدين. واحدة اللي فوق ولا واحد بيقول من وين جابت التفسير؟ الروح القدس يا فندم، دي الرب بتاعهم بيقويهم علشان يخليهم يفسروا. يعني ما تقلقوش ما تقلقوش، معانا هتشوفوا اللي عمركم ما سمعتوه قبل كده. انتوا سمعتوا قالت ايه؟ قالت ايه؟ شبهتك يا حبيبتي بفرس. شبهتك يا حبيبة بفرس. بصراحة كم مرة تلاقي واحد بتاع نسوان، واحد نسوانجي يعني، يتكلم عن نسوان ويقول دي فلانة فرسة؟ حصل؟ 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 مش في شباب؟ مش في شباب وولاد بيشبهوا بنات بيقولوا عليها فرسة؟ جابوا الكلام ده منين؟ جابوا أنا شفت حاجات زي كده والله العظيم. أو بعدين أنا يعني زمان زمان، نسأل الله أن يغفر علينا، يغفر لنا ويتوب علينا يا رب، كنت دايس ففاهم الليلة إيه؟ من لم يعرف الجاهلية لم يعرف إسلام يعني، فأنا مخضرم. واخد بالك؟ أنت واخد بالك شكلك، ولو مش واخد بالك خد تاني عشان نعرف ناخد مع بعض، يعني ناخد وندي بشكل ودي. أنت بتشوف كم مرة عيال وشباب صيع بيوصفوا بنات وبيصفوا نسوان ويقول لك فلانة فرصة؟ جابوا منين التشبيه ده؟ ما أكيد للتشبيه ده سند، في سند للتشبيه بفلانة فرسة، صح ولا أنا غلطان؟ صح؟ كتاب المقدس، كتاب ربهم هو اللي جايب التشبيه ده، هو أول من ذكر إن المرأة يتقال عليها فرسة. عبيله وديله، عبيله. شو بيقول له؟ بيقول له لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. هلا من اول ما بينطق العريس فرسه بحس القارئ وبشوف انه التشبيه مو زلمه لمراه، مو علاقه بين رجل وامراه، علاقه بين راجل وفرسه. الا شبهتك بفرس بمركبات فرعون، مو اي فرس انه نروح مخنا الخيل الاصيل. الفرس بمركبات لخديك بصمود. نعم. الصمود اللي هن حبات اللؤلؤ، المعنى لألون. نعم، لكم المعاني اللي كانت قبل. يا عيني، لا 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 لا، هاتي تاني كده. الرب بتاعك بيقول هيعمل ايه في خدودها؟ الصمود اللي نروح مخنا الخيل الأصيل. الفرس بمركبات لخديك بصمود. الصمود اللي هن حبات اللؤلؤ، المعنى لألون. أيوة. نعم، لكم المعاني اللي كانت قبل. أيوة. وعنقك، عنقك بقلائد. بيتغزل في رقبتها وفي خديها. فأيضا القلائد والخد اللي عم يشوف ربنا فيهم الزينة، هون صار بده يزينها. الله، يعني الرب عندكم بقى ترك الملك وترك الحكمة وترك كل حاجة جميلة والعظمة والسلطان، وقاعد عمال يزينها، يجيب لها مش عارف قلائد. قلائد يا جماعة السلاسل، سلسلة، السلاسل بتاعت والعقود بتاعت النسوان. لم يشغل ربهم، لم يشغل بالحكم ولا بالملك ولا بالعظمة
ولا بتعليم الناس، وقاعد بعمال بيقول لها عايزين نجيب لك عقد ونغزل لك خدودك ونعمل لك كده عشان تحمر ونجيب لك روج. ايه يا عم ده يا عم، ايه يا عم ده يا عم، بس ايه يا عم، ايه يا ماجي خرام اللي بتقوليه ده، بس مش عاجبك ومش عاجبك الدرجة الأولى. المسلمين يا بنت المعترفة، بتكذبي على المسلمين وتقولي عليهم عندهم زنا محارم يا بنت المعترفة، قولي كده. سفاح قربة اللي ما بيعرف يعني سفاح، قولي انه هذا اللي عم يدمر الجيل بحاله، اللي ما بيعرف يعني سفاح قربة هو الأقارب من الدرجة الأولى، المحرمات اللي بيناموا مع بعض، الأب وبنته، الأخ وأخته، يعني هو سفاح القربة. هذا أكثر شيء موجود بالسعودية. سعودية يا بنت، سعودية يا عابدة الإله بتاع النسوان، سعودية يا عابدة الإله المبواس، سعودية يا فجر، يا فجر اللي مش لاقي حد يلمك. العبد الفقير لله هيلمك وهيجوز الإله بتاعك اللي عايز يتجوز، أنا هنشوف له طريقة يتجوز بيها. نوفق، نوفق راسين في الحلال، إحنا لازم نوفق قرنين في الحلال. يا بنت، يا بنت روحي شوفي ربك يا بنت، هات له عروسه ولا احلبي له ولا اي حاجه، رضعيه بدل ما انت سايباه كده. فبينا نصنع لك سلاسل من ذهب أيه. مع جمان من فضه، فالنفس اللي بتبحث عن الرب بينوجد قدامها، بيقترب منها بنفس اللحظه، وبيبلش بده يزين لهي النفس ليعطيها هو منه. يقعد بقى يزين فيها بقى، يجيب لها قمصان بقى ويجيب لها سلاسل وخواتم بقى، ويقعد هيقلب لها كوافير. اللي خلاص بقى الاله ما وراهوش حاجه بقى، الاله بتاعهم ما وراهوش، هيقلب لها كوافير. استغفر الله العظيم. فايضا الذهب والفضه بالكتاب المقدس هن المقصود فيهم الذهب اللي هو الوصايا عاده، الروح القدس، ايضا الفضه اللي هي ايوه العروس بتقول ما دام الملك في مجلسه افاح نارديني رائحته. ايوه ركزوا 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 ركزوا، ايه الرب ايه؟ الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته، سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت. فين يخرب بيتك، يخرب بيتك، سرة المر حبيبي ايه ليه؟ سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت. هيبيت هنا، هيبيت بينا، يكونش عايز يرضع، ما تتكسفيش يا ماجي، قول الصراحة، يكونش عايز يرضع، يعني هيبات بنت ديك ليه؟ 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 ليه يبات هنا؟ ليه؟ ليه يبات هنا؟ ما يبات على سريره ولا يبات عند أمه، يبات هنا؟ اخص 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 عليكم. سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت، طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عيني جدي. فبلشت توصف العروس لما بنتقرب أكثر من ربنا. أيوة. نشتم هالرائحة الذكية. انتوا أول ما تشموا الرب بتاعكم تقوموا حاطينه على صدركم على طول، على الثدي بتاعكم، رضعوه. عطر قدس عدة مرات بين ثديي يبيت، أي في قلبي. لا استنى 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 استنى، سمعتوا قالت ايه؟ بين ثديي يبيت، ده الكتاب قال سرة المرة حبيبها ليها بين ثدييها يبيت، ده المفروض العروسة اللي بتقول، واضح؟ واضح. سمعتوا الكلام قال ايه وشرحها هي قالت ايه؟ يعني الرب عندهم النص في الكتاب قال بين ثديي يبيت، ده العروسة اللي بتقول. ماجي لما شرحت قالت بين ثديي، يعني فين؟ في قلبي. أسألكم بالله العظيم، أسألكم بالله العظيم، شوفوا التفسيرين دول. التفسير الأول بيقول إن واحدة عروسة بتقول إن الزوج عريسها بين ثدييها يبيت، خد بالك عريسها لسه ما اتجوزوش، لسه ما اتجوزوش، بس بيبات بين ثدييها، مش عارف ليه، يمكن عايز يرضع. والتفسير التاني بيقول بين ثدييها يبيت، لا في قلبها يبيت. أيهما أفضل وأشد احتراماً وأشد أدبا وتوقيرا، وأيهما أسفل وأقل أدب وأقل احترام، أيهما؟ كلام الكتاب أم شرحها للكتاب؟
والله العظيم شر حماجي محترم مهذب، يعني كده حاجة حلوة عن الكتاب. الكتاب بيقول بين ثدييها يا أبي، شرحها هي في قلبي. قال لها طب ما قالش ليه الكتاب في قلبي يا بيت؟ طب ما كان قال الكتاب سرة المر حبيبي لي في قلبي يا بيت. ولا أنا غلطان؟ ولا أنا غلطان؟ في قلبي يا بيت، هذا المكان طب إلا العريس، ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان. أيوة تعالي تعالي. شاف جمال النفس اللي ربنا بحبها. أيوة. هي النفس اللي بتكون عيناها حمامتان. أيوة. فالعروس بتكمل، ها أنت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا أخضر. بس وقف، كله إلا السرير الأخضر ده. أنا عندي كده نوع من أنواع الكونكت، اتصال يعني، معايا اتصال على السرير الأخضر ده، ده النشيد كوم والسرير الأخضر كوم. شفتوا احنا قعدنا أهو، الناس بيقول لك التفسير محترم عن الكتاب. التفسير أيهما أفضل يا جماعة، التفسير ولا الكتاب؟ التفسير محترم. أيوه التفسير والله فعلا محترم عن الكتاب، أشد احتراما عن الكتاب. أشوف فاتي بتقول لك هي حشمة، حشمة يعني كلامها هو حشم، لكن كلام الكتاب مش حشم. أحسنتي، صح صحيح. بسم الله. السرير الأخضر، أنا عايز إيه فوائد السرير الأخضر، وإيه فوائد لما يكون السرير أخضر؟ مش أنا قلت لكم لسه من شوية إن لسه هنطلع إيه؟ لا هم لسه هيطلعوا على السرير. هيطلعوا على السرير. اسكت اسكت اسكت، هطلع عسل. قولي يا بنت الطهرة، قولي. واحنا المسلمين اللي عندهم زنا محارم يا بنت يا بنت الإله ابو السرير، ابو السرير اخضر. كملها، انت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا اخضر، او السرير بالكتاب المقدس عن بنشيد الانشاد عن الكنيسة. يا هذا هو يا شيخ، يعني انتوا لما هتقولوا للرب بتاعكم على السرير الأخضر، ده معناه الكنيسة. يا خبر أبيض، وأنا اللي كنت فاكر السرير الأخضر لعشيق وعشيقة، والرب بتاعكم بيعلمكم إزاي تعملوا عريس وعروسها، طلع سريرنا أخضر دي الكنيسة. يا خبر أبيض يا خبر أبيض، وأنا مضحوك عليا كل ده؟ لا لا، أنا ما فيش الروح القدس. عن بنشيد الأنشاد عن أنت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا أخضر، أو السرير بالكتاب المقدس عن بنشيد الأنشاد عن الكنيسة. يا عيني. هذا هو المكان اللي بيكون فيه الرب. طبعا الكنيسة ما ناخدها إحنا حجني، فإذا بالأول كانت عم تطلب تتعرف النفس على رب الإله، بالتاني بدهم يبلشوا علاقة العشق. تماما هذا التشبيه بنشيد الأنشاد. بدهم يبلشوا إيه؟ يبلشوا إيه؟ يبلشوا إيه؟ الكنيسة ما ناخدها نحن. تعرف النفس على رب الإله، بالتاني بدهم يبلشوا علاقة العشق. العشق أهو، طب ما هو يا جماعة أهو، ما هو في عشق أهو، في عشق وفي السرير الأخضر وفي بوس وفي أحضان وفي التصاق وفي لسه حد هيجيب قال ايه قلعه. والله العظيم ما ان احنا هنخلص النهارده الاصحاح الاول، لسه في الاصحاحات الجايه في قلع يا جماعه، لسه في قلع وقلع لبس بقى واستغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. البت دي عندها ليها عين، ليها عين عابده العريان القالع، انها تتكلم على الاسلام والمسلمين وتقول ان عندنا زنا محارم. ها يا بنت يا بنت يا بنت الإله أبو السرير الأخضر. تماما هذا التشبيه بنشيد الأنشاد اللي الملك سليمان كتبه هو أعظم تشبيه لعلاقة النفس برب الإله على الأرض. معقولة؟ اتعلموا المسلمين اللي فات ده كله أعظم تشبيه للرب بتاعهم، رب المسيحية، أعظم تشبيه ليه السرير الأخضر. هو أعظم تشبيه لعلاقة النفس برب الإله على الأرض. ما في علاقة تشبهها. شو ما شبهنا نحن لنقدر نوصل لهالفكرة، أكبر تشبيه هو هذا العشق بين رجل وامرأة. إيه؟
إيه؟ أكبر تشبيه للنفس البشرية بالرب، أكبر تشبيه ليهم بالرب بتاعهم علاقة واحد ومراته، علاقة واحد ومراته. يا عالم يا فجرة، يا عالم يا عالم يا فجرة، أخلوا الرب عندهم قائم مقام العريس وهم مقام العروسة. ده هينفخكم، ده الرب بتاعكم هينفخكم. وخصوصا على السرير الأخضر، السرير الأخضر ده مشكلة، هينفخكم. في واحد اسمه كرولوس فهمي، كرولوس ما تشخبطش يا حبيبي على اللي في التعليقات، ساعة ما تيجي عندك القدرة للرد على الأسئلة خش بتليفون الأول واطلع على المايك، ما تشخبطيش في التعليقات، اطلع قول لي إيه العلاقة بإن الرب بتاعكم، ها؟ إيه العلاقة إن الرب بتاعكم بيطلع بيكوا على السرير الأخضر؟ خلاص؟ إنما ما تشخبطيش في التعليقات. عندنا في البث بتاعي، بث محمد نصيف يعني، ليه استثناء خاص. من ضمن الاستثناء ده عدم الكتابة في التعليقات، الحوار كله مايك فقط. خلاص؟ كمل كمل. وهذا شو ما شبهنا نحن لنقدر نوصل لهالفكرة، أكبر تشبيه هو هذا العشق بين رجل وامرأة، هو هذا العلاقة اللي هي تنتهي بتتكلل بالزواج، اللي بيكونوا مخطوبين. لا، كل اللي فات ده على فكرة هم لسه مخطوبين كده، كل اللي فات ده كان الإله بتاعهم لسه خاطبهم، بس لسه ما اتجوزهمش، لسه ما اتجوزهمش. ده انتوا هتتنفخوا. العلاقة والشغف هذا هو الشيء الوحيد، لأنه كل علاقة تانية تخلو من هي المشاعر اللي ممكن النفس الإنسانية تتعلق فيها للرب الإله، لتترك كل شيء، نترك أبانا وأمنا ونتبعه. فالمرحلة الثانية هي بدء علاقة العشق الإلهي. العشق، العشق الإيه؟ العشق الإلهي. لا نشيد الأنشاد، عشان انا جبت العشق الالهي دي زي ما تقول مرحله تانية، لسه احنا صغيرين عن المرحله الاولى، فنخلص المرحله الاولى وبعد كده نخش المرحله التانية. بتقول ايه اخر حاجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تابعنا وامنا ونتبعه. اخر حاجه بتقول، فالمرحله الثانيه هي بدء علاقه العشق الالهي. هي دي بقى المرحلة التانية دي، إن شاء الله نبقى نعمل لها حلقة تانية اللي هي بدء علاقة العشق. هو كل اللي فات ده انتوا مش عارفين أصلا، انتوا مش عارفين، يا وحشين يا جزدانيين يا اللي مش عارفين، يا مش مستحمين. يا اللي مش عارفين، في علاقة، في عشق، في سرير، في بوس بوس بوس، في بين ثديها بيبيت، في التساق، في احضان. انا اهم حاجه والله العظيم انا كل اللي فات ده كله مش مشكله هعديه، المهم السرير الاخضر ده انا معلق عليه. ده عشان تتعلمي الادب يا ماجي خرام، يا عابده ابو السرير الاخضر، يا عابده المبواس المحضان اللي عايز يتجوز. طالما انتوا معتقدكم طين ومليان جواليص، بتتكلمي في الاسلام ليه يا بنت يا بنت المعترفه؟ بتتكلمي على الاسلام ليه؟ تتكلمي على الاسلام يطلع لك واحد زي محمد. انا مش عايز واحد، مش عايز محمد نصيف بس اللي يطلع يعمل بثات زي دي، يطلع لك واحد زي محمد نصيف بيستعمل ده طريقه الشيخ ديدات عليه رحمه الله، يدعس عليكي دعس ويخليكي انت اللي تفضحي دينك فضح. لما تتهمينا احنا بزنا المحارم، والله اقسم بالله العظيم لا استبعد تكوني انت نتاج زنا محارم، اقسم بالله لا استبعد تكون ماجي خرام بنت أفارقة. طبعا ما حدش هيعرف بنت الأفارقة دي إلا الناس الدارسة، الناس الدارسة بس اللي هيعرفوا يعني إيه بنت أفارقة. أنا لا أستبعد تكون أنت بنت أفارقة ماجي خراب، خدت بالك؟ فما تتهميش المسلمين وما تتهميش الإسلام بما في دينك وفي معتقدك. الإخوة الأكارم والأخوات الكريمات، مش عايز كل اخ يجي عمال جايب لي روابط وفيديوهات يقول لي رد على فلان ورد على علان ورد على مش عارف مين ورد على مين. لا، انا عايزك انت ترد انت، واستعمل الاسلوب ده. الاسلوب بتاعي والله العظيم بجد بيجيب نتيجه مع قلة الادب. المحترمين يحترموا، المحترم يحترم،
قليل الادب، اوجعه، اقلمه، بهدله، افضحه من معتقده هو، افضحه من معتقده هو. الاخوه اللي بيقولوا لي روح لماجي خرام، اولا لو رحت دي قليله الادب، انا عارف اصلا يعني، يعني راح لها الشيخ رضا قلقيله وقلت ادبها عليه، بل قلت ادبها بالفاظ قذره، قالت له انت زاني، انت عايز ايه بعد كده يعني؟ اه؟ وقالت المسلمين زانيين، انت عايز ايه بعد كده؟ فقلت ادبها على الاسلام وعلى الشيخ رضا، انا مش هقبل كده. انا لو قالت كلمه زي كده همسح بكرامه، بجد هغلط في الهها، طب ليه؟ انا اروح لمكان فيه هيبقى فيه اساءه او هيبقى فيه شتيمه او استفزاز منها ليه؟ اتنين، راح لها اخونا زين خيرا برضه غلطت فيه، غلطت فيه وشتمته وعامله الفيديو اللي على اليوتيوب بتاعها في شتيمه فيه. فانا ما بروحش لحد، انا عندي في صفحتي اهي عندي 25,000 متابع حلوين قوي، اللي عايزني يجيني، انا ما بروحش لحد. النقطه الثانيه، الاخوه الاكارم، الاخوات الكريمات، مش عايز كل واحد يجي يقول لي رد رد، لا رد انت، تعلم انت، ادرس دينك صح، ثم ادرس معتقدهم هم، ثم اطلع اعمل لك قناه يوتيوب وصفحه فيسبوك، افضح معتقدهم ايلاما وايجاعا زي زكريا بطرس الكذاب وماجي خرام ورشيد وكل المتطولين على الاسلام، علمهم الادب من كتابهم هم. عندهم بلاوي يا عم الحاج، ده احنا لو قعدنا نعد البلاوي بتاعتهم في كتابهم المقدس من هنا لبكره مش هنخلص. عندهم بلاوي، سواء حزقيال نشيد انشد اله عريان متجسد مضروب مهان مذلول، كل ده بلاوي بلاوي بلاوي، يعني مش هتكفي، مش هتخلص زي ما بيقولوا، مش هتخلص خلاص. فتعلم ورد انت. ونريد ربنا يعين الناس اصحاب المال واصحاب الوسائط ان هم ينشئوا لنا قناه لرد عدوان اعداء الاسلام من النصارى وغيرها، اي حد متطول على الاسلام، قناه للرد عليهم من معتقدهم هم، يبداوا في هذا الامر خلاص. الاخوه الاكارم ايضا، يعني انا بتمنى بطلب بس من الاخوه المتابعين حاجه واحده، ان هم ياخدوا الفيديوهات، يعني النصارى لو اقسم لكم بالله العظيم، لو عند النصارى واحد زي العبد الفقير لله او واحد زي احمد سبيع او ابو عمر الباحث او رضا قلقيلة او زين او معوض توفيق او السراج او نور الطارق او رامي عيسى، او لو هعد مش هكمل، لو عند النصارى واحد زي دول او زينا احنا كده، لكانوا جعلوه قص القسوسة، كانوا جعلوه أعلم من فيهم، وكانوا دعموه بكل غالي ورخيص، كان ينزل الفيديو من هنا يلاقي الفيديو انتشر في كل أرجاء الفيسبوك. لكن للأسف الشديد واحد زي حالتي بعمل الفيديو وحطه وأقعد أنا اللي أنشر في الفيديو، وتتقفل في حساباتي ليه؟ عشان بنشر في كذا مكان بسرعة. فالمطلوب من الإخوة جميعا إن لما ينزل فيديو أو تلاقي فيديو تعمل لايك وتعليق ومشاركة، مشاركة في مجموعات، مشاركة عندك، حفلة مشاهدة جماعية عندك، الناس اللي على اليوتيوب ما تتفرجش وتمشي، داخل لي كل شوية رد على فلان رد على علان، طب وانت هتعمل ايه؟ لا انا هقعد اتفرج عليك، ده ان اتفرج اصلا او ان شاهد اساسا انا هقعد اتفرج. طب وبعدين؟ خلاص كده سلام عليكم يا عم. يا عمي انا مش عايز منك حاجة، لا عايز منك فلوس ولا عايز حاجة، بس عايز دعمك مع الفيديو. خد الفيديو حطه في مجموعات الفيسبوك، خد الفيديو انشره في صفحتك على الفيس، انشره عندك في القناة، واخد بالك؟ وهكذا. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يستعملنا وإياكم وأن يهدينا ويهديكم يا رب العالمين. قناة اليوتيوب اشترك فيها، اعمل شغل الإشعار، ده ضروري عشان البلاغات ما بتخليش الفيديوهات توصل لحد، شغل الإشعار، خش القناة شاهد ما فيها وخدها وانشرها بين أصدقائك. كذلك الناس اللي على الفيسبوك هنا، خش الصفحة، صفحة الفيسبوك اهي هتلاقيها بالعربي محمد نصيف المحاور. للناس اللي كمان جاية من على اليوتيوب مش عارفة فين الصفحة او مش عارفة شكل الصفحة، اهي الصفحة اهي محمد نصيف المحاور، لما بتضغط على كلمة مقاطع فيديو دي بيدخلك على مقاطع الفيديو بتاعت الصفحة شاهد ما فيها، في عندك بعد اعجبني بتشغل الاشعار اهي، بتبقى شاهد، خليها شاهد اولا
عشان الناس اللي بتشتكي شاهد اول الناس اللي بتقول لي ما بيصليش اشعار ومش عارف ايه شاهد اولا. والاشعارات خليها تشغيل الكل، تشغيل اشعارات كل المنشورات عشان الناس اللي بتشتكي ان ما بيوصلهاش الفيديو ولا بيوصلها اشعار ولا بيوصلها منشورات الصفحه بسبب البلاغات، بسبب البلاغات. لا تنسونا من صالح دعائكم، غفر الله لنا ولكم وهدانا واياكم وحفظنا واياكم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله. شاركوا الفيديو بقى. السلام عليكم.